السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى. فيديو جديد، فيديو اليوم جد سهل جد رائع، وطلبته بكثره. تاكوس بالنقانق او تاكوس بالسوسيس باسهل طريقه باسهل مكونات، والمذاق ما نقولكمش عليه، المذاق جد جد رائع، راح تجربوه وتشوفوه ان شاء الله. لكن قبل ان نبدا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر لايك، ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصحاب. فبسم الله على بركة الله نبدأ في تحضير التاكوس أو البوريتوس. نحتاج إلى مقلاة نقوم بوضعها على نار خفيفة، نتركها حتى تسخن جيدا، ثم نقوم بوضع القليل من الزيت. نقوم بوضع النقانق أو السوسيس في المقلاة، ثم نقوم بطبخهم جيدا، فالنار تكون متوسطة حتى لا يحرق أو تحرق النقانق أو السوسيس. نقوم بتقليبهم جيدا وطبخهم جيدا. فهنا يمكنكم استخدام نقانق لحم بقر أو نقانق دجاج أو نقانق ديك رومي على حسب ذوقكم. فبعد أن تطبخ النقانق جيدا، نقوم بإزالتها من على النار. نقوم بوضعها على لوحة تقطيع، ثم نأخذ سكين ونقوم بفرم النقانق أو السوسيس جيدا. فتأكدوا من فرمها جيدا بنفس الطريقة. ثم نأخذ نفس المقلاة، نقوم بوضعها مرة أخرى على النار، ونضع بداخلها بصل. نقوم بتحمير البصل جيدا مثل هذا الشكل، لكن لا تتركوا البصل حتى يحترق. ثم نقوم بإضافة النقانق مرة أخرى إلى المقلاة. هناك نقانق تكون موضوع لها بهارات مسبقا، لكن إن لم تكن نقانق تحتوي على بهارات، فيمكنكم إضافة القليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، القليل من الفلفل الأحمر الحلو، والقليل من الثوم. فبعد أن تتحمر النقانق وتصبح بهذا الشكل، نقوم بإزالتها من على النار ونضعها على جنب، ونقوم بتحضير الصلصة. الصلصة جد سهلة بمكونات جد بسيطة. كل ما نحتاج إليه هو 4 معالق من المايونيز، ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، قليل من الفلفل الأحمر الحار، هذا على حسب ذوقكم، وملعقة ونصف من الكاتشب. نقوم بخلط ومزج الكل معا، نخلط جيدا حتى نحصل على خليط بهذا الشكل. فهذه الصلصة يمكنكم الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 5 أيام، والنتيجة تبقى جيدة. فالآن كل المقادير أصبحت جاهزة. نأخذ عجين تورتيا اللي سبق وحضرناه، الوصفة ستجدونها في النقطة البيضاء فوق كما ستجدونها في آخر الفيديو. نقوم بوضع الصلصة في الوسط، ثم نقوم بإضافة الحشوة. فهنا الحشوة تبقى على حسب ذوقكم، يمكنكم وضع القليل من الحشوة أو يمكنكم وضع الكثير من الحشوة، لكن من الأحسن أنكم توضعوا كمية متوسطة حتى تستمتعوا بمذاق الصلصة وبمذاق الحشوة وبمذاق الجبن وبمذاق التورتية. نقوم بإضافة الجبن من فوق، أنا هنا استعملت شرائح جبن شيدار، يمكنكم استخدام أي شرائح تانية، ونقوم بطوي الساندويتش بهذه الطريقة. كيف ما بتشاهدوا الطريقة جد سهلة وجد بسيطة، أول طرف ثم الجهة الأخرى، نقوم بغلقها بهذا الشكل، وهكذا ساندويتش أصبح عندنا جاهز. كل ما علينا فعله الآن هو تحميصه. فيمكنكم استخدام هذه الآلة، أو يمكنكم استخدام فقط مقلاة تسخينها، وضع القليل من الزيت بها، وتحميص ساندويتش من كلتا الجهتين. فيصبح بهذا الشكل، نقوم بإمالته قليلا، ثم نقوم بالإغلاق عليه مرة أخرى حتى نحصل على هذا الشكل الجميل. وهكذا ساندويتشنا أصبح جاهز بأسهل طريقة بأسهل مكونات، والمذاق
خليكم أنتم تجربوا وتقولوا لي في التعليقات كيف كان ساندويتش معكم، فيمكنكم استخدام كميات على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب عدد الأشخاص. فالطريقة كيف ما شفتوا سهلة، وتقريبا نصف كيلو من النقانق يمكنكم تحضير 6 سندويتشات إلى 7 سندويتشات. ساندويتش جد رائع جد لذيذ، أكيد 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 راح تجربوه وراح ينال إعجابكم. فشكرا لكم على حضوركم، شكرا لكم على مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة. ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.